تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأن دائرة ذا الفضة بالتنسيق مع الفرقة الجنائية بأمن ولاية شلف من تفكيك شبكة إجرامية تقوم بترويج المؤثرات العقلية. القضية تمت بعد استغلال معلومات تفيد قيام أشخاص بترويج المؤثرات العقلية، حيث مكنت العملية من توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 37 إلى 43 سنة. خلال العملية تم حجز 1974 قرص مهلوس ومبلغ مالي وكذا سيارة سياحية كانت تستعمل من طرف أفراد الشبكة في نقل وترويج المؤثرات العقلية. وبعد استكمال لملف الإجراءات تم إحالتهم أمام الجهات القضائية المختصة.